بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان يوم الدين. مهارة اليوم هي كيفية إضافة علامة مائية أو خلفية بالنسبة لصفحات الوورد لحمايتها من عملية النسخ. مهارة متميزة أتمنى إن احنا نتعلمها في دقيقة واحدة، وده اللي هيتم شرحه بعد ثواني. بافتراض إن عند حضرتك ملف أو مستند تم كتابته من خلال برنامج الوورد وعايزين نضيف علامة مائية، العلامة المائية أو الخلفية ديت اللي بنستخدمها للحماية قد تكون نص أو صورة. كل المطلوب من حضرتك إنك تذهب إلى تخطيط صفحة اللي هي البيج لاي أوت، ومن البيج لاي أوت هتلاقي في وورد 2010 و13 و16 في تبويب اسمه البيج باك جراوند اللي هي خلفية الصفحة أيقونة أو رمز اسمه ووتر مارك، هنضغط عليه. بعد الضغط على هذا الرمز هيتيح لك الاختيار في من خلال أحد الأشكال أو الشكل المخصص، يا إما إن يكون الشكل كده هوت ويتكتب عليه بدرجة ميل دونت كوبي، يا إما كونفدينشال بهذا الشكل أفقي، يا إما مائل بهذا الشكل، يا إما بهذا الشكل. أعطينا أربع أشكال، بتختار أنت أي شكل من هذه الأشكال فبيتم ظهوره كعلامة مائية أسفل البيانات المستند. لو أنت حابب تكتب اسمك أو تقوم بوضع صورة، كل اللي عليك أنك هترجع مرة تانية للوتر مارك اللي هي في تبويب البيج لي أوت، وهتختار كاستم ووتر مارك. من كاستم ووتر مارك لتخصيص علامة مائية هيبدأ يظهر صندوق حواري. من خلال الصندوق الحواري لو انت عايز تكتب نص يبقى في حاجة اسمها التكست ووتر مارك، هتبدأ تكتب نهوت في خانة التكست نهوت وتحدد نوع الخط. وليكن انا هكتب قناة طارق النجار التعليمية، قناة طارق النجار التعليمية، طارق النجار التعليمية على هذا النحو، وده هتستخدم كعلامة مائية. وممكن اغير اللون الخاص بيها واغير الاتجاه الخاص بيه ثم اقول له ابلاي عشان اشوفها قدامي تظهر كده قدامي. اهي زهره اهيت، ادي قناه طارق النجار التعليميه ظهرت قدام حضراتكم. وبعدين اقول له اوكي او كلوز، او انك ترجع مره ثانيه وتختار في الكاستم ووتر مارك بدل ما هو نص انت كاتبه، ممكن تغير اللون الخاص بهذا النص على هذا النحو ونقول له اوكي، تظهر باللون الازرق كخلفيه بهذه الطريقه. البعض بيفضل انها تكون رمادي. ارجع ثاني للووتر مارك واختار كاستم ووتر مارك. من كاستم ووتر مارك اقدر اخليها بدل ما هي دياجونال اللي هي عباره عن مائله اخليها هوريزنتال على هذا النحو، وارجع اغير اللون اخليه للون الرمادي واقول له اوكي او ابلاي. هتبدا تظهر في الخلفيه بوضع الافقي. لو حضرتك عايز تقوم بحذفها هختار من بعد ما نضغط على الووتر مارك من تبويب بيج لي اول هختار ريموف ووتر مارك فيتم حذفها. لو اردت انك تضيف صوره هضغط على الووتر مارك ثم هختار كاستم ووتر مارك. من كاستم ووتر مارك عندك ثلاث اختيارات، الاختيار الاولاني انه ووتر مارك يعني بدون استخدام علامه مائيه، الاختيار الثالث تكست ووتر مارك، احنا قلنا انك انت بتكتب نص وبتتحكم في اتجاهاته، هو اللي يهمنا دلوقتي في هذه الجزئيه. الاختيار الثاني تختار سيلكت بكتشر، تبدا تبحث عن احد الصور، ومن احد الصور اللي هتستخدمه كعلامه مائيه لحمايه المستند الخاص بيك. هنا اهوت انا عندي مجلد فيه مجموعه من الصور للاطفال، هنختار اي صوره بطريقه عشوائيه او الطيور على هذا النحو، ونبدا نختار الصوره وبعدين نقول له انسرت ونتحكم في الخصائص. اهيت ادي صوره، اقول له انسرت، ثم لو انت عايز تحكم في درجات الشفافيه بتاعتها اللي هي الوش اوت تقول له نهوت ابلاي، ونشوفها كده مع حضراتكم. هيتم اضافتها في الخلفيه ثم تعمل كلوز، هتبدا تظهر الصوره في الخلفيه. لو انت حبيت انك انت تخليها اوضح من ذلك الغي لي الوش اوت دهيت وقول له كده ابلاي، هتبدا تظهر الصوره بارزه بهذه الطريقه. اذا قدامك اكثر من طريقه، يا اما انك انت تقوم بكتابه نص وتتحكم فيه وهو مائل او افقي،
وتحكم في اللون الخاص بيه، يا اما انك تستخدم صورة كعلامة مائية. اتمنى ان اكون وفقت في شرح هذه المهارة السريعة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.